صباح الخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفليباطمس. مين هي الفليباطمس؟ الفليباطمس بالبلدي كده احنا بنقول عليها مين؟ الهاموشة. يبقى الفليباطمس هي مين؟ هي الهاموشة. طيب الهاموشة دي بتعيش في الحتت الرملية او الاماكن الصحراء شوية، ولونها مصفر شبه الرملة، فسموها الساندي فلاي. يبقى انا اسمي الفليباطمس او اسمي ساند فلاي. طب كلمة فليباطمس جاية منين علشان اعرف احفظها؟ اوتومس يعني كت قطعة، وفليب ده المقطع ده بمعنى فين، ففليباطمس معناها قطع في الفين، هي بتقطع ديبلي جوه الفين، فالقرصة بتاعتها كمان بتبقى موجعة للعيان وبينفل. طيب قالك ان الفليباطمس دي اين تعيش؟ الفليباطمس تعيش في حتت كتير في العالم، منها ساحل البحر المتوسط، منها الشرق الاوسط، منها في افريقيا وفي اسيا وشوية دول كده. اول ما يرصلي شويه دول كتير كده محفظهمش، موجوده في كل حته خلاص، يبقى الفليباطمس دي موجوده في حتت كتير. امال ايه اللي يهمني؟ الفليباطمس المصريه. مين اللي موجوده عندي؟ مين اللي موجوده عندي في مصر؟ واحده اسمها فليباطمس باباتاسياي. فليباطمس باباتاسياي، تمام. تبقى دي الفليباطمس بتاعتي اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت مصر. طيب ايه قصة حياة الفليباطمس؟ الفليباطمس او الهاموشة بتعيش ميل وفي ميل، برضو طيبين ما بيقرصوش حد، الى ان تحمل الفيميل. فالفيميل اللي بتحمل بتبقى محتاجة دم، تروح تقرص بني ادم تاخد من جسمه دم. امتى بتقرص البني ادم؟ بالليل. الناموس والهاموش بيقرصوا بالليل، يبقى تروح بالليل تهجم على بني ادم نايم وتروح مصة دمه وتاخد منه البلاد ميل، تغذي عيالها اللي هم الاوفا، وبعد كده تروح ايه؟ تبيضهم. هتبيضهم فين؟ الفليباطمس بتحب تبيض في الشقوق، حفرة في الأرض، شق في الحيطة، خلاص الحتت ايه؟ في الحتت الصحراوية، في الحتت الشقوق والحتت الحفر، هتحط البيض بتاعها والبيض هيفقس وتطلع اللارفايا، واللارفا هتكبر وتتحول إلى بيوبايا اللي هي بيوبا اللي قلنا اللي هي الشرنقة، والشرنقة هيتكون جواها الأدلت فليباطمس، وبعد ما تتكون الأدلت فليباطمس تقطع الشرنقة وتطير. العملية دي كنا مسمينها ايه؟ لما بتبقى اللارفا والبيوبا مختلفين عن الادلت اتفقنا بنسميها كومبليت ميتامورفوز. كومبليت ميتامورفوز. طيب في كلمة تانية في الهابتس بتاعة الفليباطمس اللي هي بقى العادات بتاعتها، قالك ان الفليباطمس دي ضعيفة، ويك فلاير، ما بتقدرش تطير مسافات طويلة، خلاص هي ايه؟ ضعيفة جناحاتها، ما بتقدرش تطيرها حتة طويلة. امال بتعمل ايه؟ لا دي بتنط، تند تو هوب، خلاص ممكن تنط مسافات او تطير مسافات قصيره. طب ده يفيدني يعني، انا لما اعرف المعلومه دي عن الفليباطمس هستفيد ايه؟ هستفيد ان الديزيزز بتاعه الفليباطمس هعرف ان هي كونفايند لحته معينه، يعني ممكن تبقى القريه دي فيها الديزيز ده والقريه اللي جنبها لا. ليه؟ عشان الفليباطمس ما بتقدرش تطير مسافات طويله وتنقل المرض على نطاق واسع. يبقى دي ايه؟ دي قصه حياتها. طيب بالنسبه بقى للامراض اللي بتنقلها الفليباطمس، فهي بتنقل حاجه من كل حته، بتنقل بروتوزوا، بتنقل بكتيريا، بتنقل فيروس. اول حاجه بتنقل البروتوزوا اللي اسمها ليشمانيا، ودي انت هتاخدها الترم الثاني في موديول 106. دي بروتوزوايه بتعيش جوه البلد، بس مش جوه اي حته في البلد، بتعيش جوه الماكروفيج. هي ايه الماكروفيج دي؟ لما تاخد الاميونيتي هتعرف ان السيلز اللي موجودة في البلد اللي بتحارب مع جهاز المناعة، يعني الأورجانيزمز المختلفة، في منهم سيل معينة اسمها ماكروفيج. ماكرو عشان سيل كبيرة، فيج بتاكل، الماكروفيج دي بتحب تاكل اي أورجانيزم يخش الجسم، هي بتجري وراه ايه؟ وتروح تعملاله فاجو سايتوزيز، تاكله تاخده جواها. فالبروتوزوا اللي هي الليشمانيا دي اول ما بتدخل جسمك الماكروفيج بتروح تاكلها خلاص، وتاخدها بقى ايه جواها، وتفضل عايشة جوه الماكروفيج. هتفضل الماكروفيج ما بتقدرش تموت الليشمانيا، فالليشمانيا بتفضل عايشه جوه الماكروفيج. طيب بعد كده هتوديها فين؟ هتوديها حته من الاثنين، يا اما هتقعد في السكن فتعمل لي ألسر او قرحه وده نوع من الليشمانيا، يا اما هتوديها على الاورجنز الداخليه بقى اللي هم الليفر والسبلين فتكبرهم، بيبقى العيان ده عنده هيباتوسبلين وميجالي وبطنه كبيره والكبد بتاعه كبير والسبلين كبير، والديزيز ده بيبقى خطير ومميت. طيب يديني نبذة مختصرة عن مين؟ عن الليشمانيا. انت مش عليك كل التفاصيل دي دلوقتي، هتعرف بس ان هي بتنقل بروتوزوايا اللي اسمها ليشمانيا. بتنقل بكتيريا، بكتيريا بتعمل حاجة اسمها اورويا فيفر. البكتيريا دي موجودة في منطقة اسمها اورويا، في بيرو، في
في امريكا الجنوبيه، فسموها على اسم المنطقه اللي هي موجوده فيها اورويا فيفر، عباره عن فيفر وشويه راش وطفح جلدي بتعملهم ايه البكتيريا دي اللي بتتنقل بمين، بالفليبوتومس. بتنقل فيروس، الفيروس ده برضو بيعمل حاجات زي الانفلونزا، شويه حراره. طيب الفيروس ده هيعمل لي حراره منقوله بالفليبوتومس، فهسميها باباتاسياي فيفر او هسميها ساند فلاي فيفر. الحراره دي بتقعد مع العيان 3 ايام، فاروح مسميها اسم تالت 3 دايز فيفر. خلاص يبقى كل دي بس ايه اسامي للفيفر. اخر حاجه بتعملها الفليبوتومس ان هي بتقرص العيان، فمكان القرصه طبعا اتفقنا ان هي بينفول كمان، دي علشان بتقض ديب في الفين، فبيبقى عنده شويه درماتيتس والرجي مكان القرصه دي، فهسميها حراره. الالرجي اللي بتحصل مع الفليبوتومس بسميها حراره. مطلوب مني بس اعرف الليشمانيا بتتنقل ازاي، لانها كانت عندك في اول صفحه في الكتاب. دي هموشه بريئه ما فيهاش ايه، ما فيهاش ديزيز. قرصت شخص مصاب بالليشمانيا، قرصت شخص مصاب بالليشمانيا، اخذت من دمه الماكروفيج اللي جواها الحاجه دي المدوره دي اسمها امستيجوت، مش مهم الاسامي. الحاجه المدوره دي دخلت جوه الفليبوتومس وابتدت تتكاثر وتطول ويبقى لها ديل، وتحولت لحاجه مختلفه في الشكل تماما، ليها ديل كده اسمها برو ماستيجوت، مش مهم الاسامي، وكتيره لانها تكاثرت. اذا انا حصل لي ايه؟ اذا انا حصل لي تغير في الشكل سايكلو. اذا انا كترت في العدد بروباجيشن، يبقى انا حصل لي حاجه اسمها سايكلو بروباجيتيف. يبقى الليشمانيا بتتنقل ازاي مع الفليبوتومس؟ بتتنقل بالسايكلو بروباجيتيف ترانسميشن. طيب الكنترول بتاع الليشمانيا بتاع الفليبوتومس، اتفقنا ان احنا ايه البارا سهله والله يا ولاد، كلها كلام شبه بعضه، اي تحشيشه هتحطها هتمشي زي الناموسه بالظبط. اول حاجه البتاع دي بتطير، يبقى انا هقفل لها شبابيك، هقفل الشبابيك والبيبان بالسلك. يبقى انا قفلت البيبان والشبابيك بالسلك، بس قال لك هنا في كلمه مختلفه شويه، الهاموشه اصغر من الناموسه، يبقى لازم السلك اللي انا هقفل بيه يبقى على الاقل فيه 40 خرم في الانش الواحد. ليه؟ علشان الخرام تبقى ضيقه قوي فما تعديش الهاموش. طيب تاني كلمه elimination of breeding places، اتفقنا ان elimination of breeding places بحطها مع كل الحشرات اللي هي ايه، امنع عنها الاماكن اللي هي بتحب تبيض فيها. يبقى هي بتحب تبيض في الشقوق، يبقى ما خليش الحيطه فيها شقوق، filling cracks. بتحب تبيض في الحتة اللي هي في الحفر، يبقى انا هقفل الحفر خلاص، مش هسيب فيه حفر عشان هي تبيض فيه. واخر كلمتين، يرش على الناموسه او الهموشه يرش على نفسي، يبقى ارش على الهموشه انسكتيسايد، ارش على نفسي ريبيلنت. ثانك يو.